في البداية كده جرى من غير مقدمات كتير، احنا نصلي على النبي عشان ربنا باركنا في كل شيء. انا عايز بس اقول لكم كلمتين قبل ما نشوف ايه اللي حصل واللي حصل في السلاكة، عشان انا بجد والله العظيم انا تعبت واتخنقت. بصوا يا رجالة، انا مش بكلم الناس عموما، انا بكلم الناس اللي هي ما بتصليش على النبي ولا تقول ما شاء الله، ولا مثلا بتقول ان واحد مثلا وصل لكده وعمل كده وتقول ربنا يزيده ده تعب وعمل. بكلم الناس اللي هي بتبقى عينيها وحشة وبتحقد على الواحد. بص يا رجاله، انا امبارح يعني شاكوش كان بيكلمني، يعني الراجل ده يعني بصوا كان قاعد هو واحد صاحبه، مروحه وقعت عليه صاحبه، دماغه اتفتحت وشاكوش تعور والدنيا باظت، وكان بيجي له تعليقات انت حمام عندك ما بيموتش، وانت 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 وانت. يا جدعان، انا قبل كده عملت فيديو عن اللي عن الجانب اللي بيحصل كده للي بيقدم محتوى ده، عن اللي بيحصل عنده واللي بيموت والمشاكل اللي بتحصل له بسبب تقديم المحتوى. احنا بنحاول نقدم لكم احسن حاجه والحاجه الحلوه، مش لازم نبين لكم المشاكل اللي بتحصل. فوالله العظيم انا عايز كل واحد يشوف محتوى عندي، عند شافوش، عند اي حد يقول ما شاء الله ربنا يزيده ده بيتعب. فتعالوا نشوف ايه اللي حصل عندنا، ومحدش يزعل والله من كلامي، بس والله العظيم انا بكلم من الناس اللي هي بتحقد على اي حد. فتعالوا نشوف اللي حصل، يلا بينا. طبعا يا رجاله، انا لسه طالع دلوقتي، قلت افتح لكم الفيديو قبل ما اشوف اي حاجه، وهنشوف الحمام مع بعضينا. طبعا انا طلعت لقيت السقف ده بيترج، لقيت السقف ده بيترج، واعتقد ان كان في خشب هنا، صح؟ اعتقد يعني كان في خشب هنا، راح فين؟ الله على اعلم، مش ظاهر حتى، شكله طار. والله انا حاسس ان السقف ده هاجي كده النهارده من الشغل هلاقيه مش موجود، بس الحمد لله ان هي جت في وقت احنا هنغيرها خالص. تعالوا بقى نبص على الحمام في حاجه حصلت عنده ولا لا، عشان الدنيا كانت بايظه. لا دولك سلام الحمد لله، ودولك سلام برضو الحمد لله. اهم حاجة الزغاليل الصغيرة، اهم حاجة الزغاليل الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده كويس الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. النتائج هيك زي ما هي، دولك الحصى كويس، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. هما لحقوا، هما بدوا امتى دول عشان يفكوا زغاليل؟ ان شاء الله، اللهم صل على النبي. جابوا زغلولين هم كرجاله، اللهم صل على النبي. والله بردك وشكم حلو يا رجاله. والله انا حاسس ان هم اصلا بضوا من 3 4 ايام، ما اعرفش ما شاء الله هم بضوا امتى عشان يفكوا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، فكوا وجابوا زغلولين. الله اكبر. والله هونتوا عليا الزعل اللي انا طالع زعلانه. وانتوا اوعى. لا عايش عايش الحمد لله، تمام ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عايشين. طب كويس، عشان انا بقلق والله العظيم يا جدعان من الجو ده ان يحصل حاجه للزغاليل. هنا مفيش. الله اكبر ما شاء الله. طب كويس الزغلول ده عايش. شيماء لسه ما حسيتش. دولك الله، استغفر الله العظيم يا رب. بصوا يا رجاله، بصوا يا رجاله، سبحانك يا رب. بصوا الزغلولين، انا كنت فرحان بيهم، واكتر الزغلولين فرحت بيهم والله العظيم عيال القطاطي والسود اخضر. انت شفتوا فرحتي بيهم كانت عامله ازاي؟ بصوا الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. دول عن الزغاليل كلها الحمد لله، الاثنين دول ماتوا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. استغفر الله العظيم. خير 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 الحمد لله الحمد لله. نكمل بس كده نشوف. تمام تمام تمام. الحمد لله ما شاء الله جابوا الحصايتين، اللهم صل على النبي. ودولك بردك ما شاء الله جايبين الحصايتين، والله العظيم نكدوا عليا يا رجاله. خير، الواحد بيقول الحمد لله، بس سبحانك يا رب. كان الزغلولين دول شوف انتوا فرحتي بيهم كانت عامله ازاي، بس الحمد لله دوام الحال من المحال، الانسان ذات نفسه في لحظه بيموت. دولك الحصوات دي شكلها مكبوسه، ما علينا. كان في زغلول هنا، الحمد لله عايش الحمد لله رب العالمين عايش. تمام ما شاء الله. ودولك جابوا حصوايه واحده، ما جابوش حصوايتين اصلا. تمام. والحصى بتاع اللحمه الغزال ما فكش لسه. وانتوا الحصى بتاعكوا عامل ايه؟ طب تمام ما شاء الله الحصى كويس. والحصى دولك
بتوع الكشاك. طب ما شاء الله كويس. تعالوا بقى نبص على الزغاليل كده يا رجاله. بسم الله. طبعا الزغاليل ديك في الوقت ده كده هضطر اقفل عليها كلها، هقفلها في البيبان لسبب واحد بس. بس بقى انا مخنوق والله، ما كاين نفسي. بس بقى هقفلهم كلهم طبعا، عشان لو لا قدر الله، بص الجو اصلا عامل ازاي، الجو لو الهواء زاد ولا حاجه والسقف طار، ما يبقاش دول ضاعوا كمان بالمره. طبعا بعد ما اخلص معاكم الفيديو هقفل عليهم كلهم. بص الجو، صلاه النبي ما شاء الله، الجو ضايع خالص يا رجاله. الحمد لله خير، كله خير. اللي ما حصلش في طوبه وقمشيه جاي يحصل لنا في الوقت ده. وانتوا ايه، لسه برضه؟ يلا خير خير، ادينا شغالين معاهم وربنا يسهل. بس جناحه كاله تمام كده يا رجاله. فدول بقى ايه، هنقفل عليهم ازاي؟ هناخد الاثنين دول كده، تعالوا بس. ما انا عايز اقفل عليكم، ما تجننونيش. طب ثانيه يا جدعان، اقفل عليهم وارجع لكم تاني. بصوا كده يا رجاله، قفلنا عليهم امك ما شاء الله. دولك هنا اهو تمام، دولك هنا اهو، اللهم صل على النبي تمام. بس رايح فين، رايح فين تمام. طبعا ايه، هناخد لهم بقى مسق من ديك والكلام ده كده كله، هيتكلف النهارده هنا. هنا مفيش حاجه، نقفل بس الباب ده كده، عشان لو لا قدر الله الواحد ما يضمنش الظروف، ما يضمنش اي حاجه، يجي السقف يطير، يحصل اي مصيبه، يبقى زعلنا مقفول عليها تمام. خلي بقى الباب ده كده مفتوح. هنبص، بص الجو يا رجاله، سبحانك يا رب. بص الجو عامل ازاي، الجو ضايع خالص. بس كده يا رجاله، همك دول كده كله اتقفل عليه ما شاء الله. كان في ايه بقى عايزين نعمله احنا؟ المفروض في الجو ده يا رجاله عايزين نعمل لهم عسل، نجيب عسل اسود او حاجه ونعملها بميه كده عشان يبقى رافع مناعه كده ويظبط معاهم تمام. الحمد لله، شكلي خدت الدور انا كمان تمام كده يا رجاله. دولك كده، تعالوا بس نشوف الحصوه دي كده عشان لو بايظه ايه نرميها. الحصوه دي كده مكبوسه يا رجاله، الحصوه دي مكبوسه، مكبوسه دي كده خلاص هتترمي. يبقى كده دولك اول كام ضحيه معانا، زغلولين وحصوايه تمام. اللهم صل على النبي. كان في ايه ما بصيناش عليه، الزغلول ده كده يا رجاله، الزغلول ده بردك ايه بين الحياه والموت شكله كده. لا عايش الحمد لله تمام، الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا خير يا جدعان، يعني خير خير خير. الواحد يعني ايه، مش هنقدر نقول غير الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعمل معاهم ايه تاني ونرجع لبعض بقى يا رجاله. ده كده الفيديو بتاعنا. المهم عايز برضك اقول لك على حاجه، ان حاول حب الحاجه بس ما تفرحش بيها قوي، عشان لو راحت منك ما تزعلش وتتضايق. ان فعلا انا بجد اكتر زغلولين في حياتي، يعني بصوا في حياتي فرحت بيهم دولك بجد والله سبحانك. مش حوار ان هم والله ولود القطاطي دولك والكلام ده، لا حوار ان انا كنت عايز اشوف فرخ دولك، وان الدكر ده كانت حالته معايا حاله وجايبه هو زغلول، فعايز اشوف عياله ودنيته، وكنت عايز اشوف الناتج بتاعهم، وفرحت بالزغلولين دول قوي. وشوفوا سبحان الله، دي زي علامه من ربنا ان كل شيء بيروح، الانسان ذات نفسه بيروح. فخير الحمد لله رب العالمين. وكده يا جدعان ده الفيديو بتاعنا النهارده. معلش ممكن يكون فيديو قصير، بس هنعمل ايه. حبيت بس اقول لكم على اللي حصل والدنيا، وان شاء الله خير وربك بيعوض، وان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. فربنا يا جدعان بياخد من هنا وبيدي من هنا، والحمد لله رب العالمين. كده كده الفيديو بتاعنا النهارده يا رب يكون عجبكم، وكان معكم ميسي الصبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.